البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي هو هذاك. هذا نهار واحد اخر يا البنات، حنا باقين في البلاد. انا لابسه هاد الجليبيبه اللي كنت خديتها من افراح النادى، غزاله صدقت لي وبزاف منكم سولتوني عليها. وصافي يا البنات دايره غير هكا خون، شعري شويه بدا كيتوسخ، جيت حدا واحد الشجيره الغربي الغربي. ما تنساوش انكم تخليو لي بزاف 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 ديال لايك احمق عليكم. يلا نبداو البنات. دابا انا جالسه في الجهه اخواتاتي في الجهه اخرى، شتكم ساقلين مرات لي زاكسيسوار هي لي حدايا لبسه الكحل. إوا مرات الكوزينة راه لابسه واحد الجليدي بار كلاس. إوا خواتاتي متي واش بانو راكم عارفين، وحنا في البلاد ظروفهم قاصحة. خاص وانا قصة وصدق نقوليكم دابا أنا مشكلة تلفت عليا في شعر الطلوق، مفهمتش خاصني نجمعو داكشي ولكن تشري طلع. Take a chance, we let me ride. Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. المشاهدين السلام عليكم المشاهدين، بخير لاباس عليكم. هاني هنا كنتواجدوا اليوم السوق ديال الحد كورت عين تفالي. عين تفالي ماما كانت باغا تحرم لا بدات علينا الغبره. هذا هو السوق ديال حد كورت، بدات عليا الغبره. مات الغبره اختي شويه شويه، ماشي شي حاجه مهم. ديما مولف ما يقدرش يدخل ليه. حنا اختي تيعجبوني السواق وصافي بنات. قال لك جوطيتي زوينه نمشي لما يخدم. ايوا بصحتنا وبصحتكم، نتوما نجيو للسوق ديال حد كورات ونتشمشوا شويه باش الاكسجين يتبدل. المتتبعين والمتتبعات اختي مولات لي زاكسيسوار تبدا بالماء على الجوطيه. هايدي كلشي ديالي كلشي ديالي انا، واخا نبقى نقلب 100 زعما تنبقى فيها كنجي مورا تنهز. البنات ما لقينا حتى شي حاجه في الجوطيه ياك ابوزي اختي. اسيري الشعر جوطيه قنيطره خصهم بعد معكم انا ما دخلتش شي حاجه. انا وراكم اختي هاي 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 لحني نعطي الراجل يبر غزاله خضراء يا البنات ويلاه. انا شوف تبارك الله الخيرات ماما. ايوا انت take a chance, we let me ride. Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh. البنات ودابا جينا ناكلو الكفته في السوق، عرفتو داكشي طبيعي وبنينه كتكون الكفته والله. ديري دابا راح نزورو البلاد وكنشوفو الدنيا ونشوفو السوق مساكن قارف سيمكه الناس مساكن تيتسوقو من السيمانه للسيمانه. اللهم لك الحمد على بلادنا. سمحوا لي البنات على الاضاءه شويه ناقصه حيت ماما ماما. ايوا يا البنات جينا لعند فالي كلينا الكفته في السوق ديال العربة، صراحه بنينه. انا كنحمق على الكفته ولا ماشي كنحمق على الكفته، انا الكفته زعما ماشي حاجه اللي كنتشهاها من الكفته ديال السواق وداكشي كتعجبني. الكفته العاديه كتعجبني مره مره ناكلها، وهذا الخبز كيكون بنين وبرار ديال اتيم طيب هما الراجل على حقهم وطريقهم في الفاخر. ماما كتعيط تعرفتو بنان وبجوج بعشر دراهم. ماما كتعيط وانا جالسه كندير لكم فوا اوف. المهم ماما سكتي شويه البنات خدينا لا كلاص مورات لي زاكسيسوار. ها نتوما بولو بولو لا فاني هذا تيقولوا لي والله لا مولي شنو راه غيدخل فينا الكاميون. ولا 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 القمامه العار. ما بغيتيش ماما لا فاني؟ لا ما بغيتوش. Yeah.
يوي المشاهدين سخفنا 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 والله الا شدينا الطريق. حنا دابا في الطريق ديال وزان، مشينا كلينا الكفته في السوق. شوفوا فمي شاف عليا فمو الازرق، راه صدرنا غنشرب الكينه. قلت لك تعرف شي وحده فيهم شي كينه زوينه ديال الشقيقه تقولها لي، حيت هذيك اللي كنت كنقول لكم صافي سمعي خلاص مابقيتش كنشرب مابقاش كتاثر فيا. شوفوا ثلاثه شريتها ب 260 جينا 40 خليها لي قال لي نقص لك درهم باش ما يبقاش فيك الحال وصافي غنشرب كينه. ودابا جينا لواحد العوينه زوينه ها انتم هاد البلايص هادي سميتها عين والزيف عبق هضر الجيلالي. شوفوا تبارك الله الماء، شي واحد نسى سميضيلته وزيه آه. يا شي واحد نسى سميضيله قطع اصلا يا البنات هاد الماء تيضل تيضل مطلوق ها ها انتم مولا في الكوزينه عين والزيف ناري اختي اللي بغا يعوم عين والزيف عبد القادر الجيلالي ظهيره ها واش غايبان اختي ناري اختي يعوم الواحد ولكن عامر خز طالعي خضراء حلو حلو بزاف زوين ها واو يا البنات زلت بيني ها انت اختي شوفوا اختي اش كدير ها دوري وجهك اختي الله الله اشو نقول لكم شي بنات على صور صباح الخير. هذا نهار واحد اخر انا ولفت انني كنشارك معكم نهار تخيلوا معايا فطرنا فطور غزال داروا لينا دار امي البيض وداكشي والبارحه وثاني تعشينا الكفته وداكشي وانتم كتشوفوا يا البنات والله ما صورت شي حاجه عرفتوا النهار كامل البارح حنا كندورو ندمت والله الا ندمت مصورت لا عشاء لا والو ما ماشي مشكل نقول لكم شنو تعشينا تعشينا الكفته وفطرنا البيض القرص وداكشي وصافي وصافي دار عمي امام. السلام عليكم المشاهدين بخير. هذا نهار واحد اخر هذا نهار واحد اخر هذا عند دوسي وسكنا جبت لنا ساكنين حنايا يا ودي بغا ندخل نصير واحد شويه الزرع عندي معايا عارف الزرع ديال العروبيه بلدي وزوين لا والو الحراره ماشي مشكل هانيه كاين الحراره انا باغا نمشي غير ندرق مابقيتش كنحمل الشمس تقابل معايا حتى انا في الشقيقه تمردني وملي يضرني راسي هذا ملي كيضرني راسي كتنوض ليا الضرس مشاكل والله وصافي البنات قتلتني شني ولا هنا في يدي ما فهمتش انا شني ولا حطات عليا واخواتي حتى وحده ما قرصاتهم اختي مرات لازاك تصور قرصتها غير وحيده من هنا انا لا الله على غربي نسيم والعليل انا لا كرشي زعما كون كان عندي البوسيبيليتي كون كنت عارفه كيتبعوني غير البنات وكرشي عامره عامره قسما بالله عصبتني وتنفرس تنفرس تنحاول انني عاوتاني نبرد شويه ما نحكاش حتى انفوتي تحكي كتزيدي كتزيد الحكه المهم ما تيوش عليا عرفتي تنتعصب مني ما كنصور لكم في داكشي عرفتو تغدينا بالكفته تعشينا بالكفته ولا اول مره غناكل الغدا بحال العشاء حيت انا هذا حاجه عندي هي بحال دابا نتعشى بالمرقه ولا نتعشى بالروز ونعاود زعما نتغدى بالروز ونعاود نتعشى به زعما نفس الاكله نتغدى بها ونتعشى بها ما كنحملش دابا الحراره ما كنعرفش نخرجكم نديكم من الحراره غنمشي نتخشى في البيت نتكمد ونختار من واحد السيت واحد بليز ارتيكل ان شاء الله ملي يوصلوني نصورهم معكم اش كديري ايوا المشاهدين ها نتوما جينا بقينا ضروري تصيري الزريعه خصي ها نتوما تبارك الله اللهم ندي الزريعه ولا نبقى نشري هاد الزرع بلدي وزوين ايوا شوفوا تصيري انت كلها ما شاء الله عليك اختي خاصك خاصك تدوشي مورا يلا سيري المشاهدين جابوا لي الطابليه مطلوسي قالت ليها الطابليه وخدمت يلا ديري شو كنت ديري هنايا ماما الغبره كامله ترجع لي وانا في حساسيه نصير هنا ياك الحال ديري شي صفيره شو كي كديري ولا في هذه هذيك لا لا تحط عليها ما انا نحط هنا وصافي يلا ماما ديري ديال ديك الساعه ديال العحطه ديري شي صفيره شو كي كديري ها انتم اوكي شكون اللي علمك علموني الجواد علمتني ورد الكرسي ها انتم هذاك اللي كتحيدي شعير هذيك 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 الشغله كنعلف فيه قولها ماما هذاك اللي كتحيدي شنو هو فين كيدير شعير هذا يرميو لا تنعاودو مشيت كيس خمسون طلع ديماسي شوفو تبارك الله ماما شحال صيرات هاد الخنشه وهادي اش ما درتيش من الخنشه
اش ما درتيش في نص الخنشه قلت لك درتي جوج خناشي زعما هذه فارينه ترى البنات اللي شريت من السوق البارح 240 ايوا هانتوما البنيات هانتوما الغزال شوف شوفوا تبارك شوف الله ما حد كاع شوف تبارك الله ما شفتش ماما تبارك الله هذا هو ديال اللي خرج هذا غندير الفليساتي فارينه هذاك جيجاتي ايوا شوفوا هانتوما كي جات معايا كثيره هانتوما البنات كيفاش كيتهز الشعير هانت هذا نعاود نصيرو ولا ايوا شكروني في لي كومونتير وقولوا لكم شورق راه كتقولي غير انت كاع ما كتقولي راه طير لا ما كتقولي شكرا رجوة بحال انا عزيزه عليهم يلا يا البنات جات الوقيته ديال الغداء وبنتي عمي تبارك الله صايبت لينا الشلايض ودارت لنا الدجاج محمر الله يكثر خيرها فيما كنجيو عندهم كيرحبوا بينا وبطاطا فريت وشوفوا يا البنات انا راه غير في تبغي جيب بطاطا فريت هاد المره ما كاين لا مايونيز لا والو وكليتها ونهار يا اختي ونهار جات عجبني البطاطا ملي كتبان دوك كتلوى كتحمقني كتجي لذيذه بزاف بزاف وصافي الديسير عرفتوا هاد الكور يا البنات شحال كان حلو وحتى البطيخ كان حلو بزاف 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 البنات ودابا حنايا راجعين في حالاتنا راجعين في بيجاماتنا ماما راه جالسه قدام وكانت مبنضه مع راساتك صافي اللي عرفتي كتقولي لها جايبيها شوفوا شوفوا عينيك كيبانوا الشمس ان عيوني جميله صافي ما صخرناش بهم وما صخرناش بهم والله لا ايوا مول الدار ما غينشي صافي البنات حنايا غاديين هذا مكان صافي غزالات وصلنا قبيله عرفت ضربتها بواحد تدويشه ودرت لي سوان ديالي لي ما قدرتش ما قدرتش قالت لي ماما شوفي راه العمان بالليل خايب قلت لها ماما انا عارفه ولكن راه ما قدرتش نهائيا حسيت براسي كنتلصق ومسخه وداك الشيء راكم عارفه المعصاد واخا دوشي كل نهار كتحسي براسك مسخه داك التوسخي وصافي البنات درت لنا اختي الملوي بالفران اللي كان حماق عليه انايا زدنا خدينا بطيخ كلينا طيبو هاري وانا مع التسخسيخه والصاد وداك الشيء ما صورت لكم حتى حاجه دوش كما قلت لكم بيت راه مرون غادي نجمعو وغنجمعو حتى الصباح حيت ما نقدرش دابا وبيجيما ديالي هذه ديما كتسولوني على عندي هذه وحده في الكاشيري وحده في الشيبي كنت خديتهم 160 درهم من الخبازات وصافي البنات هذا ما كان صراحه داز واحد الايامات اللي زوينين مشينا عند امي مشينا عند امتي مسكينه مريضه الله يشافيها شكرا بزاف بزاف البنوتات اللي داو معها بالشفاء الله يسهل عليكم والله يفرحكم شكرا بزاف والله الا مسكينه مريضه بزاف ومعذبه يا ربي تشافيها وتريحها وصافي هذه شقيقه بابا عزيزه علينا بزاف بزاف واميني مشينا عندو تا هو عزيز علينا بزاف بنات عمي رحبوا بينا كالعاده والصراحه كنا باغي نزيدو نجلسو عند امي مي بابا خدام امي جا في واحد الدوار لي زوين اللي كتهبطي الشاري كتمشيو للحانوت مي درناش ديزا مول فين فاش كنجيو عندو كنديرو هاد لي زاكتيفيتي كنهبطو القنطره عندو فاش فين كيسريح كان هذا كنمشيو للصاغيه كندير بزاف الحوايج مع وصلنا مسخسخين كنا طلعنا الوزن قدينا شي شغل وصلنا مسخسخين وصافي جينا مدقدقين للغد بقينا غير ناسين مدقدقين وصافي البنات كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا ما عرفتش اللوك كيفاش غادي يوش طويل ولا قصير درت لشعري بطشة عرفت والله العظيم سمحوا لي كثرت عليكم في الهضره مي فريمون فاش كدوشي مباشره في مرة زعما ما كتجي من الصفر راه واحد الراحه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش خاصني دابا غادي ندير البارفان ديالي كندير السفير بارفان ديال السفير معروفين فني فني بالنسبه للبنوتات اللي كيسولوني على السفير راه جا حدا الحراسي بالنسبه للناس ديال قنيطره جا في لافيل في الحراسي الطوموبيلات ميزون ديال الحراسي راه هو لاصق حداه معروفه البلاكه ديال الحراسي فين كاينه ولاصق حدا مكتوبه السفير عنده الروايح كيحمقو مكياج ديال اسونس اوريجينال كلشي عنده زوين كفي انكم تقولوا لي انا طرف الجو والله العظيم ظريف البنات راه ما كنتخلص منه ما حتى شي حاجه هو غير واحد السيد اللي كنت دخلت عنده واحد النهار وصورت وداك الشيء وعجبو الحال وصافي من تما انا عزيز عليه فاش كنجي عنده كناخذ شي حاجه راه كنصور لكم بعض المرات كنشري شي حاجه بفلوسي بعض المرات كيعطيني دي كادو راكم عارفين اخواتي انا كنقول لكم اللي كاين وصافي هاد الريحه اللي عندي انا سيليكت بلو بوفام واعره بزاف صيفيه واعره 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 عرفتوا ما نقول لكم شي بنات انا دايره هاد السلسله ديال اسي واخا ندير ريحه ما كيبقى لها والو فريمون واعره 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 لواحد الدرجه ما تخيلوهاش يا البنات والله وصافي وصلنا لنهايه ديال الفيديو ما تنساوش انكم تخليو ليا بزاف ديال الحماقه ليكم بسلامه